هنبتدي مع بعض بأول وصفة للنهاردة، وهي قوارب الدجاج المحشية. وصفة كده شكلها لذيذ وطعمها لذيذ. عشان نعملها عايزين صدور دجاج، معلقة صغيرة بودرة ثوم، معلقة صغيرة بودرة بصل، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة ماسترد، 2 معلقة كبيرة زيت زيتون. للحشوة عايزين بصل، 2 كوب سبانخ، 2 كوب مشروم، جبنة فتة، نص كوباية تقريبا، معلقة صغيرة زبدة، رشة جوزة الطيب، تركي مدخن، جبنة شيدر، وعايزين للتقديم بطاطس بيوريه. طيب أول حاجة هنعملها، تعالوا نعمل الحشوة كده على النار بسرعة، وبعدين نبقى نرجع تاني للفراخ شخصيا. هناخد دلوقتي قطعة الزبدة اللي عندنا وهنحطها كده هنا، وهنحط معاها البصلة، ممكن نزود شوية بس الزبدة. وصفة لذيذة، وأنا صراحة الوصفات اللي فيها سبانخ بحبها، يعني السبانخ بحبها بجميع حالاتها. هنحط البصل تقليبتين كده حبيبتي، شكرا ليكي. طيب حطينا البصلة وحطينا الزبدة، هنحط دلوقتي المشروم، انا مقطعاه صغير كده زي ما انتوا شايفين، وبرده تقليبتين. وبعدين هنحط بقى دلوقتي السبانخ اللي عندنا. تمام، السبانخ اهي، طبعا كل ده هيدبل دلوقتي. على ما تدبل السبانخ بتاعتنا خليها بس شوية كده على النار، خلينا نروح نشوف هنعمل ايه في الفراخ بتاعتنا. طيب الفراخ بتاعتنا عشان نتبلها هنحط لها ايه؟ هنحط لها بودرة ثوم، بودرة بصل، ممكن تحطوا بابريكا، ماسترد، وزيت زيتون. تمام، فهناخد دلوقتي الفراخ اهي، هجيب سكينة وهنجيب شوية زيت زيتون ونحطهم عليها كده، وهنجيب بقى التوابل اللي اتفقنا عليها، شوية بودرة ثوم وشوية بابريكا وشوية بودرة بصل وشوية ملح وشوية فلفل. ادي الملح وادي الفلفل. تمام، هنخلط بقى الكلام ده كله مع الفراخ بتاعتنا وزيت الزيتون. زيت الزيتون كمان هيساعد ان التوابل دي تبقى لازقة في الفراخ بتاعتنا. هناخد بقى دلوقتي الفراخ وهنعمل فيها شق كده بالشكل ده، شق بهذا الشكل، ما توصلوش لتحت، ما توصلوش لتحت، بس كده. تمام تمام. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب الفويل، الفويل اللي عندنا، وهنعمل منه زي شكل كده. ليه بقى انا بعمل الحركة دي؟ لان انا لو حطيت الفراخ بتاعتنا زي ما هي كده في الفرن دلوقتي، الفتحة دي هتقفل في الفرن، هترجع تقفل تاني، انا عايزاها تفضل مفتوحة، فهعمل كده، شايفين كده اهو بالشكل ده. هدخلها بقى الفرن كده زي ما هي على درجة حرارة 200، بتقعد تقريبا نص ساعة. هغطيها واحطها في الفرن لمدة مثلا 25 دقيقة، وبعدين بشيل من عليها الغطاء علشان خاطر تحمر وتاخد لون حلو عليش. احنا هنا تقريبا خلاص تبلوها بقى، حط في النار، ناخد شوية ماسترد برضو نحطها كده على الفراخ، بتديها مزازة لطيفة. حط دي كده اهي، بصوا كده اهو، وهندخلها على الفرن ونحط لهم التتبيلات اللي احنا عايزينها، جوزة الطيب، شوية بودرة ثوم، شوية بودرة بصل، شوية بابريكا. عايزين بقى تعملوا كده حاجة لذيذة كمان، بتقدروا تضيفوا التركي، لذيذ، بس لو حابين تستغنوا عنه استغنوا عنه، بس هو بيدي طعم حلو، بالذات لو تركي مدخن بيبقى حلو جدا معاها. تمام كده. هناخد بقى دلوقتي الجبنة الفتة اللي عندنا، نص كوباية بس، احنا الكمية اللي عندنا هنا اكبر، فهناخد نص كوباية بس كده تقريبا اهي،
يعني دي كفايه، يعني طلعت تقريبا تلت كوبايه بس، انا عايزه كده حاجه بسيطه يعني منها تبقى موجوده. هتعمل كده عامل زي، اولا هتدي حموضه كده لذيذه، وفي نفس الوقت هتغلف لي كل ال يعني هتخليهم شويه متماسكين. تمام، يلا بينا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد الحشوه بتاعتنا اللي عندنا وهنحطها في المكان المخصص اللي احنا عملناه اهو بهذا الشكل، طريقه لذيذه جدا وطعمها حلو جدا وسهل. بس هنحط الجبنه فوق يا حبايبي وهدخلها الفرن ثانيه واحده. بصوا اهو، هناخد دلوقتي الجبنه وهحطها بس كده على الوش على الحته اللي فيها الحشو، وهدخلها الفرن مكشوفه بس لمده دقايق لغايه ما الجبنه عندنا تسيح.